القيم والحاجات الكتيرة اللي مستنيينها في بلدنا تحصل في مجالات أخرى كتير. خلونا نرجع لعنوان كبير جدا المصريين بيبتدوا يتعاملوا معاه من جديد وبعد هدنة ما كانتش طويلة بالنسبة لنا. احنا 7 سنين اللي فات في حياة المصريين جعلت كل مصري فوق سن ال 18 سنة فوق سن الانتخابات يعني يقدر انه يقول كده بكل جدارة انه بقى خبير في الانتخابات الى حد ما من زاويته. يعني الانتخابات الرئاسية وهي بتدق الابواب بتعلن عودة هذه الحالة مرة اخرى، لكن المرة دي جاية بمعايير مختلفة وجايه في سياق مختلف تماما عن كل اللي عشناه في 7 سنين اللي فاتت. الانتخابات الرئاسيه النهارده او المره دي جايه واحنا عندنا دوله. لاول مره نختبر الوضع ده من اول ثوره 25 يناير. واحنا عندنا وطن. واحنا عندنا ناس مؤيده لانجازات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وناس معارضة وبتعتقد ان الانجازات دي ما هيش كفاية وانه اللي حصل كان ممكن يتحقق اكتر منه في ال4 سنين. واحنا عندنا ناس بتروح اشغالها وترجع منها، واحنا عندنا رياضة، واحنا عندنا فن، زي ما بقول كنا حالا بنتكلم انه عندنا دولة. فالمفروض او الطبيعي انه يبقى شكل كلامنا وحواراتنا في الانتخابات الرئاسية بمعايير الناس الطبيعية اللي عندها دولة واللي بتتكلم عن مرشح حالي موجود في الرئاسة وناس كتير جدا بتحبه وناس كتير جدا هتكمل وتدعمه ومرشحين محتملين بينزلوا للساحة. والمفروض انه الحالة دي من الاستقرار تدينا قصادها كده حالة من النضج، انه المواطنين العاديين يقولوا ان احنا هنقرر نتعامل مع الانتخابات الرئاسية بقدر من الجدية. في سؤال كبير جدا، هل المعطيات اللي حصلة فيما يخص التوقيت فيما يخص الفترة هي تسمح بهذه الحالة من الجدية؟ في بعض الآراء بتقول انه لا، الوقت قصير جدا جدا وحتى لحد النهاردة ما ظهرش مرشحين اقوياء منافسين والوقت قصير، فده مخلينا نحس مش قادرين نتعامل بهذا القدر من الجدية مع الانتخابات الرئاسية القادمة. الا انه في المقابل الفترة اللي فاتت كلها كان المفروض انه يظهر فيها ناس شايفة قصادها انها تترشح الانتخابات الرئاسية. يعني خلينا نقولها بطريقة تانية، انه الشخص اللي عايز يبقى رئيس جمهورية في يوم الايام ده ما بيقولش انه ان شاء الله الشهر الجاي هقرر هعمل ايه، لا، بيبقى عنده خطة طويلة المدى عمرها 4 سنين 8 سنين او اكتر من كده بكتير انه يبقى رئيس جمهورية. الحقيقة انه ده ما حصلش، فضلت الناس اللي بتعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي تعارض وخلاص، فضل التيار اللي بيسمي نفسه تيار ثوري بيثور وخلاص. ده ما فيهوش مشكلة خالص، لكن المشكلة انه فعلا كون دولة بحجم مصر لم يظهر فيها مرشحين اقوياء منافسين ينزلوا الساحة او يبقوا حتى جاهزين انهم ينزلوا الساحة، شكل برضو يخلينا نقول لا، ان احنا الحياة السياسية في مصر لم تنضج بالشكل الكافي. طب هو ده ذنب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ما اعتقدش انه ذنب الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال شخص بدأ المشوار في وقت صعب، ما حدش فينا يقدر ينكر ده، مؤيد أو معارض، في وقت من أصعب أوقات مصر، وابتدى سكة طويلة جدا هو شايف آخرها ومن حقه تماما أنه يقول أنا قادر أكمل اللي أنا ابتديته، ومن حق كل داعمي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم يجددوا ثقتهم فيه ويقولوا أنه هذا الرجل هو من يقدر على إتمام المسيرة. طيب ظهرت حاجة في الأجواء جديدة، ظهر أسماء قديمة جديدة، يعني ظهر من امبارح او اول امبارح بس مرة تانية خالد علي، واللي برضو كتير من الاراء بتقول انه كويس جدا انه يظهر منافس، لكن بعض الاراء شايفة انه خالد علي مش المرشح اللي يدينا هذه الثقة في الجدية في الانتخابات الرئاسية. بدأ الإحساس بالجدية في المنافسة وفي عملية الانتخابات أنها تكون في يعني منافسة حقيقية بظهور أقوال عن ترشح الفريق سامي عنان لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق لانتخابات الرئاسة. يعني إحنا النهاردة كمواطنين طبيعيين، يعني لو عايزين نحب بلدنا بحقيقي ونعطي بلدنا هذا القدر من الاحترام، انه مش دورنا اننا نفضل نقول انه ما فيش انتخابات ولا حاجه، تعامل بشكل من الجديه مع الانتخابات الرئاسيه، ودي كل مرشح انت شايفه يعني ليه الحق اديله فرصته الكامله بدون تجريح وبدون تشويه وبدون شغل العيال الصغيرين، انه اي حد يقرر يترشح يبقى اكيد مجنون
أو بيهزي، بالعكس ده أي حد بيقرر أنه يترشح في الظروف دي يبقى شخص بيحب البلد جدا حتى لو ما كانش هيكسب.